يا جماعه. طيب عارفين المنظر ده فكركم بحاجه؟ العيل اللي طيب العيل اللي طرد. ممكن تبقى فيديو كمان يا دكتور عمر. اه بنحب فيديو صغيره. اهي افتح؟ يلا يا بيه. ولا مؤاخذه يا ابني. يا بيه. ماشي الحال؟ طيب على فكره هنا دي في سيست يا اولاد سيست وفيستو الاثنين سوا. اصل لو فيستولا بس في هنا بوكيت اهي. تحت ايدي اهي. البوكيت ده مجمع فيه. فممكن كان فيها من ضمن الكوز بتاعت الفيستولا ان تبقى كومبليكيشن لسيست. خلاص؟ فديت في عندي هات في جاب متجمع فيه. ثواني يا محمد. السلسال ده مش هينفع. مفيش حاجه اتخن شويه؟ هتعوز تخينه شويه. اه. ممكن تكون فيستولا ممكن تكون كومبليكيشن لابسس اتفتح غلط. الدكتور بدل ما يضرب في مكان بعيد عن السنسورز ده ضربها للطهوه بيفتح بتشيل ورم تروما او جرح وده حصل هيلنج وبقت الفيستولا كل ديت بتبقى تروما وترابشر زي ما الدكتور عاد بيقول اهوت. كل ديت اسباب للسليفري ايه فيستولا. الاعراض احنا شفناها في كلير سيروس فلويد بينزل صعب جدا تلاقي هنا ايه انفكشن صعب. ليه؟ لان السلايفا اتعوض. انا احتاج الفيديو والقطين دول منك دلوقتي. ماشي الله يخليك. البتاع دهوت بيبقى فيها السلايفا تحتوي على اللايسوزايمز. اللايسوزايمز ديت بتكون ايه يا اولاد؟ بتبقى لها انتي بكتيريال افكت. تمام؟ العلاج هنا لازم تتعالج لان ديت بتحتوي على اليمنتس بتخسس البقر وبتخلي جسمها ايه؟ يخف. بقول لك بتنزل جردل في اليوم بتنشف وبتضعف. تمام؟ طيب العلاج هنا اكتر من طريق. اول حاجه لو لسه ريسنت ممكن اخيط. دي حاله اولد هو شاريها من واحد والتاني زهق فيها. حوالي 3 4 شهور. 3 4 شهور وما قاليش بس انا لازم افهم كده. خلاص؟ الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعدي لو عندي اللي فيه جاب او فيه جرح كبير اعدي حاجه ايه؟ تيوب بوليستر تيوب ما بين التو داكتس واقوم رابط عليهم بايه؟ بخيط. بس برضه لازم يكون عندي جرح كبير شويه. مفيش دي او ديت احقن ايرتنت ماتيريال زي سبوت اليود او حاجه زي البوفيدون ايودين اللي هو البيتادين ريتروجريد في اتجاه الضغط عشان يحصل فيها التهاب ثم تليف وما عادش تفرز ايه سكريشن. ده يستمر من 10 ل 12 يوم. اركب قسطره زي ما تشوفوا دلوقتي واحقن يوميا ديلي ايه انجكشن لايرتنت ماتيريال زي سبوت اليود لحد ما تقفل ايه الباس واي بتاع الضغط. الحاجه اللي بعد كده لو تقدر تعمل سيرجيكال اكستربيشن للسليفري جلاند يبقى ممتاز جدا. بس المكان بتاعها كريتيكال سيت مكان حرج. ليه مكان حرج؟ لان هنا مقتل زي ما بقول الجوجلر والكومن كاروتد وبعض النيرفز طالع عليه من عند البرين. يعني سهل جدا تعمل لي مشكله اكبر بكتير او البقره تموت منك بسبب المشكله دي. كلام واضح؟ من افضل علاج دلوقتي فاسهل وافضل علاج لينا ان هنعمل ايفاكويشن للكونتنت اللي موجوده ديت ونعمل بريباريشن للمكان وتاتش انتسيبتيك ونركب قسطره ونحقن فيها كل يوم ونفهم عم الحاج دوت ونثبت قسطره بغرزتين ونحقن كل يوم فيها ايه؟ ايرتنت ماتيريال زي سابوت. وصلت؟ شفتوا حاله؟ استفدتوا؟ جو وانت جن دكتور يعني اذهبوا بالثلاثه عشان نيجي غير يلا يلا يا جو وانت جن انت اهو. ها؟ ده لو سيست بس انما دلوقتي اتحولت لفيست في بوكيت اهي. انا هعصرها واحقن هتتاكل كل ده. طب يا دكتور بعد اذنك الزميل ده يفضل واقف حضرتك يصور. ها؟ يصور بس ازيك يا محمد؟ هو زميل احمد عشان كده كده نستفاد بالفيديو كلنا على كل الدكاتره بون ماينه قوي من عينيا. الله يخليك الله يكرمك. لما تقفل الدكتور عمل ورمك. يلا يا شباب كملوا معلش بس كده عشان اقف بسرعه مش هعمل كده. لو ادلك هنا لا بص على السور فوق. على السور من فوق. على السور ماشي. مجموعه بنات اللي هتبص عليها وبعدين نشتغل. انت للبنات ريس هات يا نصر كده المقص كده مقص. اه مقص يا سامي. عملت لك ده عشان الفترة دي بعيدة. الحاجات دي مش ينفع. ده ما كده ايه ما تنقش يا اخي.
الاخ اللي معاه فين؟ تمام امسكها من اعرفه امسكها من الناس مش محوشة هي غدة بتفرز على طول شغالة ومبطلش مش حكاية محوشة عايز صور بقى صور لأن الصورة بقى تجيبها تحس ان هي دخل على الدرس كده على طول على الدرس ايوه غدة على الغدة نفسها مش الدرس الغدة الغدة لها خرطوم زي الدي كده الدكوكو دي شغالة هات يلا الخيط يلا نصر كده بيه نبقى نمسك ايه عشان القدره وهي داخله في الجلد بس مسكها من ورا لبن من الابره الكبيره اه بس وري ايوه برافو ابره كبيره قوي شوف يعني هي خرومها جامد استنى بقى استنى استنى سكلي من هنا للنص ايوه عشت كده ايوه زقها يعني زقها كده ايوه لا ما تطلعهاش بقى عشان الهدف لما ده حق ناصر عشان تروح تجيب ربي تروح ما تخاف شغالة؟ اه ممكن يا دكتور اربطها انا ثبتها لك الوقت بطريقه ماشي بص يا نصر يلا يعني ما الرابطه دي انا ثبتها لك اصلا فوق لفوق على فوق عشان الحقن في الجلد دلوقتي لفوق بحيث ان هي تفضل فتره وهتحقن فيها مرتين في اليوم لحد ثانيتها ما عادش تنزل ميه الغده بقى تتدمر جوه ما عادش تنزل ميه بقى خلاص ويبقى شغل العادي بقى بص الطرفين يلا مصر قصر انت قصر تعال امسكها لي بقى تاني نص عشان اخد واحده يا بني جت تاني امسكها لي بقى عشان اخد واحده يا بني كنت تاني بحقن سوفة تيوت 10% فيها نفسها؟ اه من غير قسطره وهي من غير قسطره ما كانتش بتوصل جوه طيب انت اشتغلت فيها اهو اه طيب امال امسكها لي مين اللي كان وصف لك يعني ولا؟ دكتور دكتور عندنا اسمه عبد لا امسكها مش عايزها تطلع يا نصر ونكت لما انا عايزها مش عايز اوطي خليك انت معايا ايوه خليك معايا هي داخله دي بس اللي هتبقى ايه؟ انا كنت بحسبها حبايه وبقيت ادهنها بتاع قلت خراج ولا حاجه يعني اه كنت بدهنها مراهن كتير قوي زوق انت بقى الاسرع عشان انا هشد الخيط ايوه عشت كده ايوه كده سيبها بس عشان ابقى عايز بس مكانها ايوه سيبها كده حبيبي سيبها بره لا انا بتكلم بس جاي السرنجه بمحلول لنصر كده او بتادين ايه
سرين جنب التنين كده. بص يا باشا، امسك لي بنت حاجه كده ساعدني كده. خيطها كده سيبها انت. بص يا نصر، انت كنت تحط يود لتركيز كام يا حبيبي؟ 10%. اه حلو، 10%. انا كنت هقول لك 4% كمان. ها؟ انا كنت هقول لك 4%. حلو، اشتغل منه واحد بقى السرنجة بقى. عايز حاجة رفيعة شوية، السرنجة دي تخينة برضه. على جوه بس في بعض النقطة بتسقط عادي. اه بشوف مضرب صغير بقى. ايوه الله يكرمك، يلبس فيه كده 10 على 10. بص بقى اقول لك عشان بقى انك ايه ما تعملش كل مرة بعد ما تخلص. اول مرة بس. ايوه حط حتة فتلة بقى ناصر كده تقوم رابطها. اه تنفع تلف على بعضها كده لو مش هتقول. انا هقصرها لك كمان شويه. لا بقول يعني الخرطوم نفسه يتلف على بعض يتعقد. اه ما يتعقد، ما هو ده اللي انا هعمله عشان اللي ما ينزلش. بس عادي لو طول. لا حلو كده الطول كده كويس. هات كده فتله بقى. دي انت بتضمن ان مدخل طول كده. اه ان الدواء اللي انت كنت بتحقنه قبل كده ممكن كان بيتوزع في المكان، لكن انت ضامن ان هو داخل على الغده بقى على طول مباشره. هي دي فكره القصه اللي احنا عملناها دي، ان الدواء على الغده نفسها. عشان لان الوقت بمنع الغده ان عارف تفرز لعاب اللي هو بينزل ده. افضل اديلها لحد ما تبطل تنزل. بالظبط بالظبط. ولا اديلها بعد ما تبطل يومين ثلاثه عشان لا هي هتبطل، هي بس انت لما تحقن شويه على الغده نفسها. عملناها في ساعات كتير جدا وتستجيب يعني. بس انا خايف والله. بس انت بقالك مده بتحقن. اه بس في الفاضي بقى ما بيوصلش. خد تليفوني بس معاك عشان تبقى تعرفني. سجله معاك بس. خد يا ولد اكتب كده النمره عشان تبقى تعرفني.